يعتبر أكبر حديقة في المنطقة الشرقية، ما شاء الله مكان واسع يضم آلاف العوائل من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة، ما شاء الله تبارك الله، في ألعاب أطفال، في ألعاب رياضة، متنزهات خضراء. المسؤولين على فتح هذا المنتزه الكبير والرائع والجميل، وتنفس على الأهالي منطقة حليوة، ولا فيها أزعاج، فيها ألعاب الأطفال، ترويح. الافتتاح أكبر متنزه في المنطقة الشرقية، بحيث أن مساحته عالية ويضم العديد من العوائل، ويضم أيضا كثير من بل المئات والآلاف من الأشجار. منتزه من أكبر المنتزهات في المنطقة الشرقية، ومنتزه صراحة تجذب الأسر بشكل يومي من أطفال ونساء وكبار في السن، وما شاء الله منتزه فيها الألعاب وفيها الخضار وفيها حق المشي وحق الرياضة، يعني بشكل عام فيها كل ملتزمات الموجودة للشخص اللي يستخدمها بشكل يومي.